مرحبا واهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من نبذة وعي. وعي مثل ما وعدتكم الأسبوع هذا راح يكون الجزء الثاني من ميتا هيلث، تكملة حق الجزء الأول الأسبوع اللي راح عن ميتا هيلث، تعريفها، فلسفتها، مفهومها. وأعطيت مثالين كذا تكلمت فيها عن ميتا هيلث. أرجو أنك تشوف المقطع الأول إذا ما شفته وتكمل هذا، او اذا حاب تقدر تكمل ذا بعدين تشوف الاول عادي، بس انا افضل انك تشوف الاول بعدين تكمل هذا. طبعا حلقة اليوم راح اتكلم فيها عن الصدمة من وجهة نظر الميتا هيلث. طبعا كيف تقسم الصدمة الى اربعة انواع، وكيف معالج الميتا هيلث يستخدم طرق معينة عشان يعالج الشخص المصدوم. اول شيء، ما هي الصدمة؟ صدمة من وجهة نظر ميتا هيلث هي حدث قاسي حصل لك بشكل مفاجئ. ممكن تكون كلمة أحد قالها لك كانت قاسية وبطريقة غير متوقعة فصارت لك صدمة منها. ممكن يكون الصدمة هي معلومة عرفتها، ممكن في إنسان يعرف معلومة معينة بعدين يجيه صدمة لأنه عرفها. الصدمة أنواع شتى. طبعا لما نقول أنواع الصدمة أقصد فيها لما الشخص تجيه صدمة يتصرف بهالطريقة. يعني أحيانا تكون الصدمة غير متوقعة، أحيانا تكون كارثية، أحيانا تكون الواحد يفقد فيها الاستراتيجية اللي يتصرف صح، يعني يصير ما يعرف يتصرف، وأحيانا تكون عازلة تخلي الشخص كذا يقعد الحالة يحس إنه وحيد في العالم. طبعا تكون غير متوقعة لما تكون تيجي من شخص مرة قريب منك، بنفس الوقت انت ما تتوقع ان هذا الفلان او الشخص هذا اللي مره قريب مني واللي في مرتبه عاليه، مثلا ممكن يكون من الاهل او لا حبيب او صديق او زوج او اي شيء، يقول لك كلمه معينه انت تنصدم، يعني تحس انه واو كيف انه ما توقعت ان هذا الكلمه او الجمله هذه تيجي من هذا الشخص، فهذا الشيء يصدمك، خصوصا لو كان هو مصدرك الطاقي. في شيء اسمه مصدر طاقي، يعني ان الشخص انت تستمد منه طاقتك، يكون في تبادل طاقي مره كبير لدرجه ان الشخص يعني تاثيره مره قوي على حياتك، فلما يقول لك كلمه معينه انت مره تضعف هنا وقتها. النوع الثاني تكون الصدمه الكارثيه اللي وقعها يكون كارثي عليك، بمعنى انك ممكن الخبر اللي عرفته مثلا وفاة شخص قريب منك، عرفت الخبر بطريقة سيئة جدا اثرت عليك لدرجة مرة كبيرة ويكون وقعها كارثي عليك، فهذه صدمة كارثية. ايضا في صدمة تفقد فيها الاستراتيجية، هي الصدمة اللي لما تصير انت تحس انه ايش الصح ايش الغلط، انا مين، انا ايش قاعد اسوي هنا، انا ليش ساكن هنا، مين هم أهلي، ما يعني شفت الأسئلة الوجودية هذه تكثر لما الشخص يبدأ يسأل أسئلة غريبة، لما الشخص يفقد القدرة على السيطرة على التصرف على أنه يقول كلام معين على أنه يسوي شيء معين واللي كان ممكن يسويه قبل، يعني ما يعرف وش الصح وش الغلط يضيع. هاي صدمة يعني يفقد فيها الإنسان الاستراتيجية. النوع الأخير هو الصدمة العازلة، بمعنى ان صدمة تصير لك فتبدأ تحس ان ما في ولا احد في الحياة صار لنفسك، ولا في اي احد معك، ولا في شخص ممكن يوقف معك، ولا في اي انسان ممكن يتفهم شعورك، فتحس ان انت وحيد في العالم، ولا يمكن ان اي احد يساعدك او يطلعك من الحفرة اللي انت دخلت نفسك فيها او اللي انت طحت فيها، ما دخلت نفسك فيها، وقعت في الحفرة. طبعا حسب الميتا هيلث كل مرض عضوي هو بسبب صدمة نفسية، لكن في ناس تجيها صدمات كثيرة وتعديها، يعني انت ممكن تجيك صدمات وخلاص ما يتضرر جسدك المادي، ممكن تضرر مشاعريا فكريا كذا يوم كذا شهر بعدين خلاص تعديها، لكن يقولك كل مرض عضوي اساسه صدمة نفسية. طيب الآن بتكلم لك عن كيف الواحد يتعالج باستخدام الميتا هيلث. طبعا في أشخاص معينين يأخذون كورسات معينة
ويصير معالج ميتا هيلث، يعني مثل اللايف كوتش، مثل سبيشالست معين خاص للميتا هيلث. يستخدم ميتا هيلث عشان يعالجك ويحررك من صدمة معينة صارت. الصدمة النفسية تأثر في حالتك الصحية بشكل عام، قد يكون مداها إلى 20-30 سنة وراء، بمعنى أن في ناس ممكن تصير لهم صدمة في الطفولة بعدين ما يحرروها ولا ينظفوها، فمكان الصدمة، لونها، شكلها، مشاعرها السلبية كلها يجمعها ويحطها داخل صندوق الشخص. الصندوق هذا نقدر نسميه بالصندوق الأسود في العقل اللاواعي، يكون يحطه الشخص، وهذا الصندوق يكون مقفل مسكر ما يفتح أبدا عشان ما يرجع يعيش نفس الشعور. طبعا معالج الميتا هيلث يستخدم طرق علاج معينة في علاجك وتحررك من الصدمة، بعد ما يخليك ترجع وتعيش ذكريات الصدمة هذه، بيخليك ترجع تعيش ذكرياتها وتعيش مشاعرها وتعيش مثلا المكان، إذا كان يعني إذا كان ممكن إنك تعيش نفس المكان وتروح له. بعد ما تروح وتعيش نفس مشاعر الصدمة يخليك تتحرر منها وتنظفها. في ناس طبعا بعدها، طبعا الأغلب النسبة الأكبر والأكثرية منهم إنهم هم تحرروا من الصدمة، لكن في عدد معين من الناس ما يوصل يعني، وبعدها يحس إنه ما يقدر، يحس إن الموضوع ثقيل عليه كثير وصعب جدا، يعني يا يكون إرادته مثلا ضعيفة في ذاك الوقت ولا قدر، أو إن تكون الصدمة شديدة جدا ولا يقدر إنه يواجهها مرة ثانية. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من ميتا هيلث 2. طبعا الجزء الأول اللي ما شافه يرجع يشوفه، والجزء الثالث راح يكون الأسبوع الجاي. الجزء الثالث راح يكون الجزء الأخير، وأتمنى أن كانت معلومة واصلة بطريقة حلوة وبطريقة سلسة ومناسبة لك. وإذا كنت أول مرة تتابعني، اشترك بالقناة وسوي لايك وشير المقطع، وشكرا لوصولك إلى هنا، ممتن لك جداً.